من لك من رب الأنام، كل يوم لك تعلو قبة لمعاليها مراسيم تقام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نلتقيكم في برنامج ضيوف الجوادين وفي معرض الكتاب الدائم من باب المراد عند الإمامين جوادين عليهما الصلاة والسلام، حيث نتحدث عن القراءة والعلم مع زوار الإمام. قال أمير المؤمنين عليه صلوات ربي وسلامه لكميل: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. هذه الجنة لا جنة عاد، هذه جنة موسى والجواد، أزلفت للمؤمنين المتقين، فادخلوها بسلام آمنين. هي حصن وملاذ للعباد، هذه جنة موسى والجواد. نحن الآن تحديدا في باب المراد وعند معرض الكتاب الدائم على يمين العتبة الكاظمية المقدسة وبرنامج ضيوف الجوادين، ونلتقي بالزائرة الكريمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أختي الكريمة. حضرتكم زائرة من وين جاية؟ من مدينة الصدر. حياك الله. الله يسلمك. طيب، أكيد لكل زائر طلب وحاجة عند الإمام، أنت شنو كان مقصدك بالزيارة؟ مقصدي هي سلامة الأمة الإسلامية هاي كلها، والدعاء وشفاء المرضى يعني من عندها. الحمد لله رب العالمين. الآن في معرض الكتاب بجوار الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، تتجولين بين هذه الكتب، عندك إلمام بالقراءة، تحبين تقرين؟ عندي إيمان بالقراءة، وأقرأ كتب أقرأها، وأنا خاتمة القرآن كل يعني رمضان خاتمته. نعم. وشنو فائدة القراءة المستمرة؟ تثقفنا، توجه العالم، ترشدنا للدين، يعني نقوم يعني أنت على الرغم أنك يعني امرأة كبيرة، حضرتك عندك أولاد يعني؟ عندي أولاد وبنات وأحفاد، ومعلميهم على الصوم والصلاة وقراءة القرآن. نعم. وعلمنا أجيالنا وأحفادنا همينا ويانا. نعم. تحثيهم على التوجه إلى قراءة الكتب؟ طبعا أوجههم إلى قراءة القرآن، إلى كتبه مال يعني خاصة بسيرة أهل البيت. نعم. كلمات أهل البيت. طيب، شنو أثرها وشنو فائدتها بحياتنا؟ فائدتنا توجهنا، تنورنا طريق العدل. نعم. إذن أنت قصدك بالزيارة أيضا بنيل البركة والعافية والسلامة وسلامة والفضل من الإمامين الكاظمين عليهم الصلاة والسلام، وأيضا تتجولين بين أروقة الكتب، تحاولين يعني أن تأخذون الفائدة. أشياء فائدة من عدها. أحسنتي. طيب، أنت في بيتكم مواظبة يعني، أنت لي وين كملتي دراسة حجية؟ صف ثاني متوسط. زين، يمنع أنك أنت بهذا المستوى العلمي بصف ثاني متوسط أن تستمرين بالقراءة؟ كيف يعني، أنا أحب أقرأ دائما كتب مال الأئمة، أقرأ القرآن يعني بالبيت دائما، كتب الأنبياء يعني أقرأها. الثقافة واجبة للمرأة الأم يعني، واجبة. أي واجب، الثقافة والقراءة واجب. زين، كيف تجدين توجه الشباب اليوم يعني مثل توجهكم، مع أنه مثلا أنت واصلة للثاني متوسط ومستمرة تقرين، تحبين تنتقين كتب تقريها؟ توجه الشباب الآن والصغار العمر من أحفادك وأولادك يعني، أوجههم يكملوا قراءتهم، دراستهم، قراءة القرآن، للصلاة، للصوم، كل هاي من شبابنا أحب يعني يكملوها. أي نعم، يعني يمكن هم قليل ما يحبون يميلون مثلا إلى الأجهزة الكمبيوترية فرضا. أي ما يميلون مثلا، بس نوجههم إحنا، نقول لهم هاي يعني أشياء مهمة تعلموها بحياتكم. نعم. أحيانا يجد الإنسان في كلمات أهل البيت سلام الله عليهم النور في قلبه، هل وجدتي هذا الشيء؟ طبعا، هل يعني كل ما نجي موسى بن جعفر نطلب حاجتنا من عنده، نحس يعني نروح مرتاحين يعني مسرورين بهاي الشغلة. نعم، تشعرون أنه يكلمكم في قلوبكم. في قلوبنا. نعم، بارك الله بكم حجية. عندك كلمات أخرى تحبين تضيفيها؟
والله ما يعني اقول الله يستر امتنا هاي وولدنا وشبابنا والله يهديهم على طريق العدل ان شاء الله. أيوة الله. تقبل الله زيارتكم ويا رب ان شاء الله زياره مقبوله وحاجه مقضيه ويا رب ترجعون بمنقلب مفلح منجح مستجاب الدعوات باذن يا الله. يا الله شكرا جزيلا جناب. اشكرك حبيبتي اشكرك حبيبتي. نعم مشاهدينا الكرام قد شاهدنا وإياكم أثر القراءة، القراءة حياة القلوب، وهذه القراءة إذا كانت بالقرب من الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه ومحمد الجواد مركز العلم مركز الفضل مركز الإيحاء لنور محمد وآل محمد عليهم صلوات ربي وسلامه حتما يهدي إلى صراط مستقيم. أحيانا يتجول المرء في هذه المكتبة فيجد ما يجد من الإيحاءات الربانية من خلال كتب قيمة يقرأها عن سيرة الإمامين عليهما صلوات ربي وسلامه. لازلنا وإياكم ونحن في برنامج ضيوف الجوادين. روضة تحرسها عين السماء هبطت فيها قلوب الأنبياء وإذا ما المرء أفضل الدعاء سوف يأتيه من الله نداء. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أنت في الفردوس لا ذات العماد هذه جنة موسى والجواد. مشاهدينا الكرام ونحن لازلنا في برنامج ضيوف الجوادين وفي معرض الكتاب الدائم عند باب المراد ونلتقي بالزائرة الصغيرة. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمكم؟ زهراء. بارك الله بك يا زهراء. زهراء جاي للزيارة؟ نعم. برفقة منو؟ ماما. ماما وبعد أخوانك جايين وياك؟ ماما وأختي ومرت أخوي. نعم. أشوفك تتجولين بالمكتبة وفي هذا المعرض. أدور على كتب أنبياء، كتب قصص الأنبياء. زين، ليش تدورين على قصص الأنبياء؟ أتعرف بزمانهم، متجرم، بيجدر، أتعرف. أنتي بياصف؟ سادس. بالسادس ابتدائي؟ نعم. بارك الله بيك. شنو اللي حبب إليك القراءة وحبيتي أن تتوجهين إلى معرفة قصص الأنبياء عليهم السلام؟ أكو مثلاً أحد حثك؟ أكو مثلاً من خلال المدرسة من خلال أمك أبوك؟ أمي. نعم. يعني مرات نقدر يعني تقرأ القصص يعني أي. قصتنا بأيوب. أي. قصصنا بموسى هم يمكن نك عليهم نباوع. أها. فأنتي حبيتي أن تنفرديني بكتاب تقرين. أقرأ. وهذا مخططك إن شاء الله بالعطلة تقرين كتب. أي إن شاء الله. هذا شيء وتوجه سليم وحلو. تفضلين الكتاب العادي اللي هو تتصفحين به لو الكتاب الالكتروني من خلال الايباد؟ لا مو الايباد. تحبين بالكتاب؟ اي بالكتاب. طيب انت من خلال زيارتك للامامين الكاظمين كملتي زياره وتطلعون لو كملنا زياره صرنا جينا من وحدين حتى هسه طلعنا. نعم هسه تطلعون. شو تسوين من تقعدين بالحضره؟ اوصل صلاه الزياره. اي نقدر نقرأ من أبراهام روح لهاي اسمه الزائر الصغير أقعد أتعلم. ها تروحين على الزائر الصغير. شنو مريتي عندهم شو قريتي؟ قرأنا شو اسمه ظلاء علم البناء على الصلاة على الحجاب. أي نبغى أخذ استراحة بالاستراحة طلعت. نعم قريتي شيء عن سيرة الإمام موسى بن جعفر عن محمد الجواد سلام الله عليه؟ يعني قرأت البداية بس ما لحقت. ها هم يعجبك فديوم تتوجهين إلى القراءة؟ أي. لقراءة سيرتهم؟ نعم إن شاء الله. شنو أملك من تكبرين أن تصيرين؟ شنو مستقبلك تريدين تصير؟ تصير دكتورة إن شاء الله. ظاهر أنت شاطرة درجاتك عالية. أي. الحمد لله. زين أنت بنفضلتي تقرين كتب شنو تلقين بالكتب أو شنو اللي مريحك في وخلاش تتوجهين أن تقرأين كتب؟ قصصهم حلوة يعني من أرجع قصصهم حلوة يعني كل قصة لها معنى. مثل أي قصتنا بأيوب بها صبر. أي. يعني كل قصة لها عبرة. لما تقرأين القصة تحسين أنت عايشة ويا أو انتقلتي إلى زمان إلى عالم ثاني. عافية ينقلك إلى العالم اللي هو بي. لهالسبب إحنا يمكن نلجأ إلى سماع أحاديثهم قراءة قصصهم دراسة سيرتهم سلام الله عليهم.
بارك الله بيجعلك الله إن شاء الله من بنات المستقبل الواعد الصالحات، وإن شاء الله طبيبة صالحة. شكرا. ومتفوقة إن شاء الله. شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا الكرام، القراءة لا تقتصر على عمر معين ولا على جنس معين، يعني القراءة حياة القلوب، والتفقه بالذات، التفقه والتوسع في المعلومات ينور بصر الإنسان وبصيرته، وينور قلبه ويقي شر الوقوع في الفتن. مشاهدينا، لازلنا وإياكم في برنامج ضيوف الجوادين، ابقوا معنا. روضة زينها رب رؤوف، دانيات للملا فيها القطوف، أنبياء الله تأتيها صفوف، وبها الأملاك تسعى وتطوف. صنت يا زائر قدرك ورفعنا لك ذكرك، زرت روضا زينت فيها البلاد، هذه جنة موسى والجواد. في باحة موسى والجواد عليهما صلوات ربي وسلامه، ومع برنامج ضيوف الجوادين عليهما الصلاة والسلام، لازلنا وإياكم، وهذه المرة نفتح الحوار مع حديث أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا خير في علم ليس فيه تفكر، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. ومع الزائرة الكريمة، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، تقبل الله زيارتكم. منا ومنكم صالح الأعمال. حضرتكم من وين جاية؟ أنا من بغداد. بارك الله بيك وتقبل الله زيارتكم. كملتوا وزرتوا وطلعوا لوتوكم؟ طبعا جاي نطلع الحمد لله. وشكرا. الحمد لله. شفتكم متوجهين نحو معرض الكتاب، يعني انتم تقتنون كتب وتدورون كتب ان شاء الله. الي ولاطفالي. نعم بارك الله. جاي ندور كتب السيدة فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. اي ليش تدوري لهم هذه الكتب؟ بالعكس، يعني واحد هذا يعني شقلك، يعني حب من رب العالمين، ندخل فد باب موسوعة الزهراء جاي ندخل احنا، يعني ما طولهم اطفال العلم من الصغر. لما تقرين شيء للزهراء وتقرين اولادك وتحببيهم، تحسين انت كانما عايشه ويا الزهراء. طبعا هاي بنتي عمرها 9 سنوات حافظه جزء 30 ما شاء الله القران. بارك الله بك وبيك حبيبتي. طيب احنا في مطلع حديثنا تكلمنا بحديث امير المؤمنين سلام الله عليه، وما روي عنه انه لا خير في عباده ليس فيها تفقه. هذا المقطع ليش ما بيها خير هاي العباده اللي ما بيها تفقه؟ اذا هو ما متعمق بيها شلون يحصل الثمرة؟ اي لازم واحد يتعمق بعبادته، يعني مو بس عبادة شكلية، يعني مو عبادة بلي فقط بدون بلي علم. بلي نعم. صحيح بلي لازم يعني يتعمق بها، يعني شلون احنا نقول مثلا، وكلام امير يعني مو شوية بعد، هو ابونا الاعظم يعني امير المؤمنين. نعم. طيب قول امير المؤمنين سلام الله عليه: لا خير في علم ليس فيه تفكر. العلم يحتاج تفكر، لازم نتعمق بالعلم ونعرف ايش نقرا، ناخذ من يعني ناخذ الثمره اللي تفيدنا، نعوف اللي ما يفيدنا. اذا التفكر يرشدنا، يدلينا المكان الطريق الصحيح. صحيح. نعم. واحيانا اكو علوم مضره بالانسان. فعلا صحيح. نعم. كثير. زين، وقول امير المؤمنين سلام الله عليه: لا خير في قراءه ليس فيه تدبر. صحيح. احنا نقرا قران، نقرا حديث لاهل البيت، ولربما نقرا امور اخرى اذا ما نتدبر. نتدبر ونتعمق به حتى نعرف ليش جايش نقرا، حتى نتوجه التوجه الصحيح. اذا يعني اذا التدبر والتفكر والتفقه شغله مطلوبه منا في حياتنا. بلي. حضرتك شنو كملتي دراسه؟ متوسطه كامله انا، وحاليا جاي ادرس قران. ما شاء الله، يعني انت كملتي متوسطه وتزوجتي وصار عندك اولاد، هذا شيء ما وقفتي له الحد. لا شلون استمريتي؟ لا لازم اطور بنفسي. نعم. أنا يعني هاي الدنيا فانية، أروح يعني كان ربي شو أقول لي؟ لازم يعني هنا نسوي فد شيء هناك نبني بيتنا. نعم. بالآخرة لازم يعني. إذا أنت وجدتي في طلبك للعلم، تدرسين علوم قرآن وتتفقهين، إنه له أثر إيجابي في حياتك على أولادك؟ طبعًا. شوفي أنا خواتي اثنين رجعوا يدرسون خارج، قلت لهم لا أنا أدرس قرآن. ما شاء الله. والله قلت لهم أنا أدرس قرآن يعني أشوف أبني داري. تريدين تبنين أولادك، تبنين نفسك. أبني أولاد، ويعني حد يباوع الآخر تقبل كل شيء.
هذا الشيء له أثر على خلق السعادة في بيت الزوجية في حياتك؟ يعني فوق متصورين، حسينتي مختلفة عن النساء الأخرى، فوق متصورين. الحمد لله، يعني الحمد لله والشكر، وأوجد المودة يعني والمحبة والاحترام بينك وبين زوجك. زوجي والناس اللي تعرفني، والحمد لله والشكر، الحمد لله يعني. بارك الله بك. عندك كلمات أخرى تحبين تضيفيها؟ أخاف أنا قصرت في سؤالك. لا بالعكس والله ما قصرت، رحم الله والديك. الله يبارك لك. شكرا جزيلا لكم، تقبل الله زيارتكم. طبعا انت مأجورة عند توديهم للمكتبة تحثيهم على القراءة. شوفي هم صغار خذت انفسها، كل ما نجي هم ياخذوني ما شاء الله. شوف يعني شلون صار عندهم يعني. وهاي الكتيبات من ياخذوها يكملوها للأخير. أنا قش بالعطلة لنهاية السنة يبدون يقرون. اي. هسه تنطق على الحجاب. اي. وقلت لك 9 سنوات عند سن تكلف. اي. تقرا هسه على الحجاب. عافيه بيها وعافيه بيك، لان انت ام صالحه عرفتي توجهيهم. الحمد لله. طبعا اولادنا في خطر الان. اي والله في خطر. اكو هجمه من حيث انه الجميع منهم كين على الايبادات وعلى الاجهزه الالكترونيه. صحيح صحيح. انت حولتيها على الكتاب والقراءه وحولتي اولادك. الحمد لله. وجدتي صعوبه في هذا الشيء؟ بس الولد بس بعدين قام هو يحب وهو يتوسل، ماما شو تفتح الاستاذه حتى اني اقرا وياها. بعدين اي بعدين يعني اول مره حسيت صحيح اني واجه الصعوبه مو واجه، بس الحمد لله والشكر يعني شفت ثمرت فيه وهو صغير. بارك الله بيك ان شاء الله النشاه الصالحه واولادكم صالحين. اكيد لا اثر الزياره المتعاقبه للائمه سلام الله عليهم، لا اثر باستقامتهم. نتشرف اصلا احنا. اي نعم والله نتشرف، يعني نجيب جوار موسى بن جعفر ان شاء الله الخميس الجاي نروح الكربلاء. نعم. نتشرف والله. بارك سعادتنا. بارك الله بك. شكرا جزيلا جنابكم، تقبل الله زيارتكم. ان شاء الله اولادكم صالحين ان شاء الله. نموذج للمرأة الصالحة، لما تكون المرأة الصالحة يصلح أولادها، هذه المرأة تكون مهدوية. العمر والتحصيل الدراسي مو قياس، لربما يصلون أعلى مراكز وأعلى درجات علمية، لكن للأسف تكون الآخرة فاشلة وخاسرة، ولربما الأولاد أيضا منحرفين. لكن الأم الصالحة هي الأم اللي تبني نفسها للآخرة واللي توجه أولادها للتقدم العلمي وللآخرة. ما أوقفها كونها بالثالث متوسط أن تتوقف عن طلب العلم، بل استمرت بدراسة العلوم القرآنية، العلوم الفقهية، والزيادة من كل خير يقربها للآخرة، وهذا الشيء حقق لها سعادة دنيوية أيضا. إنما الحج لدى البيت الحرام حجة واحدة في كل عام، ها هنا كعبة موسى والمقام، كل يوم فيه حج للأمام. يمموا رب البصير واذكروا الله كثيرا، خدمة الزائر باب للمراد، هذه جنة موسى والجواد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ولا زلنا في باب المراد ونلتقي بالزائرة الكريمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من وين جاية جنابكم؟ من بغداد. أنا نعم. اهلا وسهلا بكم. كلش قد تجي للزياره؟ والله كل ما تسمح لنا الفرصه نجي. يعني تسمح لكم الفرصه كلش قد؟ مرات كل شهرين، كل ثلاثه، حسب يعني هذه الظروف اللي مجالي عندنا. يعني انتم بعيدين؟ لا مو كلش بعيدين، احنا زعفرانيه منطقتنا. اي جسر ديالى زعفرانيه. ايه هناك الاطراف بعيده، هذه الاطراف بعيده. طيب شو تمثل لكم الزياره؟ حاجتكم الروحيه، القلبيه، النفسيه، ام عندكم حوائج ماديه تجون تطلبون؟ والله اول شيء هي يعني الحاجه النفسيه. أيه. لزياره اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام، يعني زيارتهم يعني تفرح القلب وتريح النفسيه. يعني مثل ما شفنا واحد يضايق من امور الحياه والمعيشه والضنكه، يعني صار ضغط على الانسان، فمن يجي العتبات المقدسه يعني يشوفينه يعني يرتاح نفسيا، يرجع للبيت مرتاح وكانه يعني زار جنه الله على الارض. هم وانزاح، ثقل وراح. ثقل وراح والطاقه السلبيه يعني كلها، الواحد شخص يذبح ويرجع بطاقه ايجابيه. طبعا تدرين هذا شعور الناس كان بحياه الامام سلام الله عليه، من يجون اليه من رسول الله وكذلك جميع اثرته، من يقعدون يمه يرتاحون. صحيح. همهم يروح. صحيح. وهذا صحيح. نفس الشيء
الآن إحنا نشعر به بجوار الأئمة الطاهرين مراقدهم المقدسة. إن شاء الله بس نبوح بالمشكلة تنحل. والله يعني هاي إحساس وشعور كل شيعة أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني أي شوفين أي زار يقول أنا من أجي يعني أرتاح نفسيا، همومي تنزاح، والمشكلة اللي عنده يعني من قدرة الله، الله منطيهم يعني تنحل. والله يعني طيب أنا أسأل في حلقتنا لهذا اليوم أهمية القراءة في حياتنا، أهمية القراءة للمرأة، أهمية التفقه، أهمية تعلم القرآن، فأسأل جنابكم حضرتكم شو مكملة دراسة؟ أنا تجارة بس يعني ما كملت إعدادية التجارة، فالتجأت إلى قراءة القرآن ودرست بالبداية أحكام قرآن وتلاوة. حلو. بمنطقتنا صارت دورة من العتبة العباسية كملت الحمد لله، رجعت هسه حاليا يعني أدرس حوزة علمية تابعة للنجف الأشرف مع تراث الأنبياء عليهم السلام. زين هاي وين تدرسين بيها؟ بفلوس بلاش؟ والله مجانا، وحتى الكتب مجانا وتوصل للبيت الكتب. ما شاء الله. هي تابعة للسيد السيستاني دام أظله. نعم. طيب أنت بدها تقرين بدها تفهمين لو أكو أحد يفهمك ويعلمك؟ والله أستاذات يعني كلش مجدات وفهمين امتحانات بدقة ونزاهة وجاي نفهم، والكتب كلش مفهومة ودراسة جدا حلوة. حسيتي حياتك تغيرت ما بين قبل وبعد؟ قبل لا تاخذين هاي الدورات القرانيه والحوزويه وبعدها؟ طبعا تغيرت هواي. شنو تغير؟ يعني تغيرت يعني انا من ندرس، احنا حاليا باكر تبدا الدوره عندنا الجديده، يعني هسه مستوى ثاني، رحت مرحله اولى مستوى ثاني. بلي. يعني تشوفين اكو فد يعني شيء يعني بداخل الانسان يعني حلو، من تجين تدخلين على المحاضره والاسئله والاجوبه والنشاطات الحلوه بين الطالبات، يعني من يخلص شوفين عبالك راحة نفسية كأنه عند الإنسان. سنتي. طيب إحنا عادة ما يخلو بيت من مشاكل، تحسين حجم المشاكل العائلية، تفهمك، صلتك ما بينك وأبنائك، بينك وبين زوجك، اتغيرت، اترقت، اتغيرتي من حصلتي هذه العلوم؟ والله تغيرت يعني الصراحة غير يعني تغيرت، وإن شاء الله أريد بعد للأفضل. نعم. أنا حاليا مجالس أبو عبد الله عليه السلام هم أقرأ قرآن هناك بها، وهم أنا والملايين ننطي يعني توعية للبنات والنساء، محاضرات شوية ننطق قبل المجالس، قراءة قرآن وتبدي الملاية تقرأ. هاي من فضل رب العالمين وطبعا فضل السيد السيستاني دام ظل اللي فتح لنا هيك دورات. الله يحفظك. طيب هذا الشيء أثر عليك وعلى أولادك أن تعلميهم لو ينفرون؟ لا والله صدقا. يعني لا ما ينفرون، يعني كل ما أقعد أقول لهم الوضوء هيك هاي هيك هاي يعني يفرحون دائما. أنا يعني ابني يقول لي ماما وعينا شوية، صار عندهم إي يعني يخافون نجوز ما نعرف يعني. أحسنتي. طيب ممكن أتكلم ويا بنتك حضرتها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تقبل الله زيارتكم. قبل الله أعمالك. شنو تحبين تتكلمين عن الموضوع اللي تحدثنا به أنا والدتك؟ أحب أتكلم عن الدراسة لأنه أكو بعض العقبات اللي تصير بيننا وبين الطلبة. صار اكو خلل بالطلبة بسبب مرض وباء كورونا بسنة 2020، قاموا ما يدرسونا على شو اسمه على حجة انه انترنت. صح. فلهذا صار اكو خلل بالطلبة، لما صعدوا للمرحلة اللي بعدها اكتشفوا انه هم كلش ما يفهمون اي شيء من اللي وميالين للكسل، ميالين للتأجيل، ميالين للحذف. بالضبط. أي. يعني هسه أنا أشوف هواي بنات يقول لها لاست هاي يعني حذفيها مو مهمة، يقول لها هذا المنهج يعني أنت لازم تقرين هذا الشيء. نعم. أنت مفروض تقرين هذا الشيء. إذن هذا الوباء أصابهم بشيء من الكسل والكره والابتعاد عن الدراسة. نعم. أنت حضرتكم دا تنتقدي، أنت دا تدرسي كامل حتى المحذوف؟ إيه. زين هم اللي يشرون عليه ويقولون لنا هذا هاي اول متوسط. بارك الله بك. يعني مع انه انت مو من الصفوف المنتهيه دا تحرصين ان تاخذين الماده كامله. شنو هذا الشعور اللي بيتولد بداخلك؟ عندك قلق داخلي انه انت حتحتاجيه؟ لا، اني من اعرف نفسي انه اني خلاص اني فاهمه، اني قاريه، اكو طمانينيه بقلبي، يعني ما احس انه اني منقصه شيء او منقصه شيء بداخلي، انه اني خلاص قاريه كل شيء ومتاكده من نفسي. طمانينيه يعني. طمانينه. نعم. طيب نرجع الدراسه الدينيه. انت تدرسين ويا ماما؟ لا، لان متى يعني بدراستي وامتحاناتي هالايام. بس دائما اسالها يعني استفسر منها على الشغلات الدينيه، وهو شغلات دائما اني تحير يعني احير بيها، فاروح اسال ماما عن الوضوء، عن الصلاه، عن الصوم، عن شروط الصوم،
ويعني الحمد لله أنا كل شيء أعرف عن الصوم والصلاة وما شاطرة. ليش تسأليها ما تلزمين كتاب يخص تعليم الصلاة والصوم؟ ما لحق، ما عندي مجال هواي. طيب عندك مخطط للعطلة؟ ها؟ مخطط للعطلة تقرين بيه؟ إيه. ناوية عليك. اكو بعض الكتب ماما تجويها هدية، فقلت ماما ضمي لي اياها يمكن تفيدني بيوم من الايام اقعد اقرا بيهن. شكرا جزيلا لجنابكم، جعلكم الله ان شاء الله من المؤمنات القانتات الصابرات العابدات المثقفات الواعيات المربيات الفاضلات. وشكرا جزيلا لجنابكم تربيتيها هذه التربية، الله يبارك بيك وبأولادك. مشاهدينا شكرا جزيلا على حسن إصغائكم، بهذا نختم وإياكم في برنامج ضيوف الجوادين عليهما الصلاة والسلام. كظيم الغيظ سلاما يا إمام، كل يوم لك من رب الأنام، كل يوم لك تعلو قبة لمعاليها مراسيم تقام.